فايه النقاط الاهم اللي ممكن فيريرا يقولها للعيبه في هذه المباراه؟ بص يا كابتن، اهم حاجه اللعيب الكبير بيبان في المباراه الكبيره، المباراه الكبرى هي اللي بتصنع لعيب الكوره. فانت هذه المباراه من ضمن المباريات اللي هي ايه اللي بتعمل لك علامه. يعني انت احنا بنتحدث عن قيمه وقوه فريق بيراميدز، وعارفين ان هو عنده الامكانيات لكل حاجه، لكن لما انت تحقق النتيجه الايجابيه معاهم، يعني انت معناها زي ما جمال قال، معناها ان انت راجل برضو قوي، معناها ان انت تقدر توصل لمراحل اماميه كبيره جدا. الموضوع عند اللعيبه، انا كمدرب انا شايف كده والله كده ان 60 70% على اللاعب. بس خد بالك يا طارق، احنا كنا لعيبه يا جماعه، معلش، بس برضو يعني. برضو خد بالك، انا في هذه المباريات لابد ان يكون الارض كلها صحيه. احنا دائما بيبقى في نغصه كده واحنا رايحين واحنا جايين نلعب دائما، واخد بالك، دائما نادي الزمالك للاسف الشديد مبتلى بمشاكل هو في غنى عنها. نادي الزمالك ده زي ما اسماعيل قال وزي ما جمال قال وزي ما انت، نادي كبير جدا، نادي كبير جدا، شرف ما بعده شرف. فدائما انت بتلعب المباريات وانت عندك غصه، ليه ما يبقاش الامور تبقى سهله؟ عشان انت كلاعب كوره في النهايه انت مش هتلعب اكتر من المده الطبيعيه للعب كره قدم. صحيح. يعني هتلعب ايه 10 20 سنه وفي الاخر هتبطل، هتروح فين؟ انا دايما اقول ايه، لابد ان انت يكون لك عائله، لما تبطل العائله دي تنتمي لها. يعني اسماعيل يعني قدم اعتذار من المنصب اللي كان هيشتغله في نادي الزمالك، صح؟ صح. هل بعد عن نادي الزمالك؟ ما دي النقطه اللي انا بكلمك فيها. اسماعيل هيمسك منصب تاني، يعني ما يقدرش يبعد عن نادي الزمالك، لان ده الاسره، دي الاسره الكبيره اللي هو بينتمي لها. فلعيب الكوره النهارده ماتش زي ده وهو نازل يلعب، يعلم تمام انه هيلاعب تيم قوي جدا، وتيم هيرجع له الثقه، هو يعني هو ثقته في نفسه هترجع فيه. صحيح. جمهوره اللي انت بتقول الان لما يلاقي الزمالك النهارده بتقدم على بيراميدز، هيحط ثقه حتى في اللعيبه اللي بتلعب دي، ثقه غير عاديه. واللعيبه اللي ما بتلعبش لاي سبب من الاسباب هيحسوا ان هم ممكن لو بعدوا في ناس ثانيه هتلعب وتأدي. والله يا كابتن، حتى لو لا قدر الله ما حصلش حاجه واللعيبه دي تعرف، ما يلزمنيش اللعيب اللي مش قلبه على النادي. انا صح، انا شخصيا انا مش فارق اي مشكله، ما انا خسرنا بطولات كتير. انا طارق، خلي بالك بعد انا متحفظ شويه في الكلام، عشان برضو انا دايما لسه كنت بقول لاسماعيل في شعره معاويه، شعره معاويه دي انا انا دايما ببقى متمسك بيها. لكن طب اذا اللعيبه يا كابتن انا قطع شعره معاويه، انا 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 بقول لك اللعيب كابتن طارق، هو مين اللي بيدير النادي، اللعيب ولا الاداره؟ الاداره طبعا، بس خلاص. يعني ما فيش حاجه في نادي في الدنيا ان اللعيب هو اللي يوم لارادته، يوم لارادته. لا، بقول لك انا لما المستوى مرتضى منصور قال لك انا ما اقدرش اقعد مع طارق حامد اجدد له غير لما ادفع له اللي عليا الاول، اللي هو القديم، لان ما يقعدش مع اللعيب الا اذا كنت انا كاسر عين اللعيب، لعيب ما يكسرش عين. يا طارق، في حاجه مهمه، بسرعه فاخد اللي انا عايزه منه. في حاجه مهمه جدا، انا كرجل اداري او مسؤول او عضو مجلس اداره او رئيس نادي او ايا كان، لما بجيب اللعيب ده عشان يمثل نادي الزمالك، انا مش جاي عشان اتعبه، ده انا جاي عشان افيده. اه والله صح، افيدك ماديا وافيدك فنيا واخلي الناس تحس بيه جماهيريا، يعني كل حاجه. واخد بالك ازاي؟ فالنهارده لما تجد ان الاداره بتتعصب او متضايقه، ده شيء برضو مش منطقي. صح يا اخي، انت كلاعب كوره بتادي اللي عليك عشان النادي يديلك. احنا بص، اللعيبه دي خدت حب، وده على فكره واجب وطبيعي، خدت فلوس، ده واجب وطبيعي، لكن ما تزايدش، ما تزايدش، لان نادي الزمالك هو اللي عملك وعملني وعملنا. صحيح. كلنا، وممكن يعمل غيرنا 100 مره.